يا حاج حلمي. يا حاج حلمي اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سامي؟ الحمد لله يا فندم. الله يكرمك. انا لي تعليقين اثنين بسيط. اوامر. التعليق الاول، انا نفسي بالنسبه للطب البصري الترقيم، وهم برقموا على قد ما يقدروا. انا عايز بروتوكول بين وزاره الزراعه وبين الداخليه. انا عايز البطاقه ده، هي البطاقه والرقم اللي موجود في ودن البهيم، هم دول الرقم القومي بتاعها. معناها انها تخش السوق بيه، تخش المجزر للذبح بيه، بتنباع من فلاح لفلاح او من فلاح لتاجر بالبطاقه والرقم. يبقى انا هنحمي نفسي من ان الحيوان اصلا ما ياخدوش واحد يروح يذبحه بره، سواء عيان سليم هيذبحه، او ان حتى لو انصرف لو دخل، لو طيب انصرف. ده اول حاجه، عشان برضو انا هعقب على كلامك لان في حاجات هقولها لك. كويس. تاني حاجه ايه؟ ماشي. التاني مطبق المبادئ. احنا في البحيري ثلاث ارباع الفلاحين عارفين الدكتور علي شرشر ومعاهم رقمه وبيتواصلوا معاه، وانا واحد منهم. فمطبق المبادئ موجودين، واحنا بنحاول بقدر الامكان نحارب الغش ايا كان هو وايا كان مكانه. ده اللي انا بنادي بيه، وده دور مهم قوي. بص انا هجاوبك بقى على الجزئيه الاولانيه. فعلا مش هو، مش بروتوكول هو دلوقتي. انت اخر مره رحت السوق امتى؟ نعم. اخر مره رحت السوق تبيع او تشتري حيوانات امتى؟ يمكن من سنه كده. طيب عايزك تجرب اقرب سوق تروح دلوقتي، هتلاقي فعلا الداخليه موجوده، لان ممنوع ان انت تخش السوق دلوقتي معكش حيوان، معاك حيوان مش مرقب او معوش بطاقه. ده مسروق، ما انا ما ندخلوش، لان انا ما اعرفش عنه حاجه. لا اعرف التحصين اللي هو واخده ده موجود دلوقتي، مش في الاسواق فقط، ده موجود في الاسواق وفي المنافذ ما بين المحافظات. انت جاي داخل بوابه المنوفيه، داخل بوابه الشرقيه، تلاقي المنفذ بتاعنا محافظه الشرقيه بترحب بكم. في الكمين موجود اطباء بيطريين مع الداخليه. الحيوانات دي رايحه فين؟ بطاقتها فين؟ لو مش مرقم بيرقم له، مش محصن بيحصن له. انما ان هو يعدي كده زي زمان لا. ولسه الموضوع بياخد اشكال اخرى بتتطور. يعني انت اقتراح حضرتك ده ممتاز، انا اسعدني جدا. بس هو ده اللي انا صورته واذعته من حوالي 6 شهور. تمام. فخلاص الدوله خدت الخط ده وشغاله فيه. بشكر حضرتك.